من سنة تقريبا امتلأت المواقع المصرية بقصة سيدة عمرها 25 سنة. هذه السيدة تدعى مريم. معاناة مريم باختصار أنها كانت تعاني من ورم خبيث يستدعي استئصال الرحم، الرحم كله يستأصل حتى ينقذوا حياتها، ما في بديل آخر. لكن الغريب أن جميع المستشفيات في مصر رفضت إجراء الجراحة من دون موافقة خطية من الزوج. إيش عمل الزوج؟ استغل الفرصة وماطل وفاصل وتشختر وتبختر في الموافقة انتقاما من مريم اللي كانت قدمت بطلب خلع، وكادت مريم تفقد حياتها لولا حملة واسعة شارك فيها مشاهير أدت في النهاية إلى إجراء العملية لها وتم استئصال الرحم وانقذت حياتها. زي ما قلت القصة عمرها سنة تقريبا. طيب ليه أكلمكم عنها الآن؟ لأنه كان من المتوقع أن يتغير الحال لكن ما تغير شيء، لأنه وامتناع المستشفيات في مصر عن إجراء جراحات لنساء دون موافقة مكتوبة، موافقة خطية من أزواجهن، ما يزال قائم. يعني الزوجة لازم تجيب موافقة خطية من زوجها عشان ينعمل العملية، تموت تحيا ما حد له علاقة، حياتها مرتبطة بيد زوجها أو ما يعرف بولاية الجسد. مع الأخذ بالاعتبار أنه في القانون المصري ما في تشريع يسمح للزوج أبدا بالوصاية على جسد زوجته أو حتى يمنحه الحق إعطاء الموافقة على إجراء أي عملية جراحية مهما كانت، وكل طلبات المستشفيات بوجود موافقة من أزواج هي موافقات غير قانونية. يعني أصبح المستشفى هنا هو المشرع والزوج هو القاضي وهو الجلاد أيضا. طيب مين المخطئ؟ وين سلطة الدولة على تجاوز مثل تجاوز اللا إنساني؟ أذكر هنا بأن الحكومة المصرية وقعت عام 1980 على اتفاقية سيداو، هي اتفاقية تقضي بضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنها التمييز في الرعاية الصحية طبعا. إذن مين أعطى الحق للمستشفى أو للزوج أن يقرر مصير زوجته؟ من أعطاها هذا؟ من أعطى الزوج هذا الحق؟ لا هو موجود لا في قرآن ولا في دستور ولا في قانون أيضا. تعليقا على هالموضوع وحتى نعرف خبايا أكثر وأسبابه وكل ما ينجم عنه، معايا من القاهرة أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا السيد خالد سمير، وهو أيضا أستاذ جراحة القلب في جامعة عين شمس. معي أيضا من القاهرة المحامية رشا صبري، وهي متخصصة في قضايا شؤون الأسرة وكاتبة وباحثة في قضايا المرأة. سيدة رشا اسمحي لي أبدأ معك. تسمعيني؟ أسمعك جيدا. أهلا وسهلا بك سيدة رشا. أهلا بحضرتك. يعني هذه قضية بصراحة غريبة ويعني مفاجأة، إنه كيف مستشفى يقرر مصير يعني يترك مصير مريضة عنده في يد زوجها. يعني حتى لو كان زوجها زعل منها ومتخانق منها ممكن يعني خلاص يقول المستشفى ما تسوي عملية، تماما مثل ما حصل مع مريم، إنه لولا تدخل مشاهير وحملة ولا كان مريم راحت فيها. طيب وين القانون؟ إذا كان القانون يجرم هذا المسألة لكن لا يتم التطبيق. اسمح لي هبرق ساحة القانون من الموضوع ده، وهبرق ساحة القيادات عندنا أو المسؤولين من مشاكل التمييز ضد المرأة، لأنها بتبقى مشاكل فردية أو بيعمل في قطيع هو اللي بياخد الاتجاه ده. المادة 18 في الدستور بتؤكد على حق المواطن في تلقي العلاج في أي وقت وبأي شكل، وإن أي حد بيتقاعس على أداء مهمته دي هو بيعرض نفسه للمساءلة القانونية، خاصة لو تسبب في أي أذى للمريض سبب تأخره أو إهماله. فإحنا خلينا متفقين إن مفيش نص قانوني بيقول إن الزوج يملك وصاية على جسد المرأة، إنما ذكرته. هي أنا اتفق إنما معك. هي لائحة إنما أيوة دايما متفق إنما هي لائحة داخلية. لا لائحة داخلية اتفق عليها الأطباء واتفق عليها أصحاب المستشفيات، وذلك من أجل المحافظة على حقوقهم في حالة أن الزوجة حصل لها أي حاجة فالزوج ما يرجعش عليهم، خاصة في المسائل بتعلق بالصحة الإنجابية، لو في حاجة متعلقة بالصحة الإنجابية أو بالرحم أو
الى ما خلافه يعني. ففعلا انا تابعت القضيه بتاعت مريم وفاكره اللي حصل، فاكره ان الزوج حاول يبتز. للاسف قوه السوشيال ميديا بتنقذنا احيانا في ان هي بتلفت نظر ان في حاجات صغيره هي ملهاش نص قانوني احنا بنطالب بتعديله يعني. احنا مش بس احنا محتاجين نص قانوني ملزم للاطباء بالتراجع عن اللائحه بتاعتهم. احنا مش محتاجين نص يقول طيب حق يا استاذ هذا كلام احنا جميل. محتاجين نص للتراجع. المستشفى على اي اساس قرر؟ يعني قرر من عنده هو بمزاجه باختياره بتشريع داخلي من عنده؟ على اي اساس قرر؟ وبعدين السؤال الثاني، ليش مستشفى زي مستشفى اللي تعالجت فيه مريم ما يعاقب على ارتكاب مخالفه قانونيه صريحه؟ للاسف انا مع حضرتك في ان ده كان رغبه من الاطباء في حمايه انفسهم في حاله حدوث اي ضرر للمريضه، ان الزوج يرجع عليهم بالمسؤوليه. فللاسف هم بيامنوا نفسهم بطريقه ما يعرفوش قد ايه هي مسيئه للنساء في مصر. يعني عشان انا اكون ست عندي بيني وبين زوجي مشاكل، او هو شايف مثلا انا بقول له ان انا عندي ورم فيقول لي ايه، او شايف ان ده هياثر على صحتي الانجابيه بعدين، فيجبرني على ان انا اخد اجراء ما ينقص صحتي لمجرد ان هو عايز يحافظ على صحتي الانجابيه، او ان انا اكون عندي القدره على الانجاب. فرجاله كتير فعلا، تعال اقنع الراجل في الصعيد او الرجال في الاقاليم او في الاماكن اللي المراه مش مسلط عليها الضوء. ودول للاسف يعني انا دول القضيه اللي انا مهتمه بيها. انا مهتمه بالناس اللي هم موجودين غير مسلط عليهم الضوء اعلاميا ومش بيوصل لهم اصواتنا. لازم قانون ملزم يخلي المستشفى لوحدها. انا مش محتاج موافقه من الزوج. لو الزوجه جات لي وهي عندها نزيف حاد، عندها مشكله يلزم تدخلي حالا، انا مش محتاج موافقه الزوج عشان انقذ واحده أكيد طبعًا من الموت. أكيد. فاحنا للاسف نعم. احنا بنطالب، انا مع حضرتك واتفق، مريم مش القصه الوحيده، اكيد سيدات كتير ماتوا في انتظار موافقه الزوج، واكيد نعم. حصل مشاكل كتيره نعم. جدا بسبب. طيب كلامك سليم استاذ رشا، خليني ارجع لك انا، بس خليني اروح لضيفنا الاخر استاذ خالد. سؤال، هل يعني الان استاذ رشا، ننسى الهل، حتيجي الهل بعدين. الان استاذ رشا المحاميه قالت انه السبب هو انه الاطباء هم اللي حابين يخلوا مسؤوليتهم فيما لو جرى شيء للمريضه، فبالتالي يخلوا الزوج هو يتحمل هالمسؤوليه. ردك على هذا القول ماذا؟ لا، هو طبعا الكلام اللي اتقال فيه عدة نقاط يجب مناقشتها. أولا، الدستور ينص على تقديم الخدمة الصحية على شكل تأمين صحي اجتماعي شامل باشتراكات تتناسب مع الدخل، ويجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية في حال الطوارئ. ده النص الدستوري. حال الطوارئ طبعا فقط؟ التأمين الصحي موجود طبق بشكل كامل، وعلينا أن نفهم معنى كلمة طوارئ. طوارئ في الطب احنا عندنا الحالات ثلاثة أنواع. الحالة الطارئة هي التي يجب التدخل فيها خلال 6 ساعات من اكتشاف الحالة. الحالة العاجلة هي التي يجب التدخل فيها أثناء فترة وجود المريض بالمستشفى مهما طالت هذه الفترة، لا يمكن إرسال المريض إلى المنزل. وفي حالة اسمها الحالة المجدولة، وهي التي تعطى معاد للقدوم، حتى لو خرجت النهاردة وجت بكرة للقدوم غدا يمكن إخراجها من المستشفى، دي تسمى حالة مجدولة. طيب جميل، فده التصنيف الطبي للحالات. نيجي بقى للكلام اللي قالته الأستاذة رشا عن التفرقة والتمييز وغيره. أولا، عندنا مشكلة في الطب، وهي أن يتم تشخيص حالة ثم يوجد لها تشخيص آخر حتى أثناء الجراحة. يعني أنا كجراح لو داخل أعمل تغيير صمامات لمريض ثم اكتشفت أثناء الجراحة أن هناك شيء آخر يجب فعله ولم أخذ به موافقة كتابية من المريض رجلا كان أو امرأة قبل العمليات، لا أستطيع فعل ذلك إلا إذا كان طارئا وتتوقف عليه حياة المريض، فبقوم باستدعاء 2 استشاريين آخرين للشهادة ويمضوا على ذلك إن هو ده حاجة يتوقف عليه حياة المريض وبنعملها. فلازم الناس تفرق بين الحالات طيب الطارئة والحالات العاجلة. طيب مريم كانت حياتها طيب مريم أيضا كانت حالة ورم. طيب مريم كانت أيضا حالة طارئة وكان يتطلب أنه يعني لا يا فندم، مش حالة طارئة. ما أنا بقول لحضرتك يعني طارئة. أنا فهمت أنه في 3 أنواع من حالة طارئة. طيب. وبروحه البيت وأقول له تعال أعمل جلسات أو تعال أعمل عملية. طيب انت برايك يا دكتور، حاله مجدوله. طيب لو سمحت لي يا دكتور، انت برايك الان انه هذا الموقف اللي اخذوه الاطباء هو موقف طبيعي، انه هم يخلوا مسؤوليتهم وانه لازم المريض هو يوقع؟
طيب وانه زوجها يوقع؟ لا ده مش موقف الاطباء حضرتك، موقف المستشفى. موقف هناك مئات او الاف احكام قضائيه سابقه تتهم الاطباء باجراء عمليات مثل هذه دون موافقه الزوج، وهناك اطباء حكم عليهم بالسجن. هو الاطباء والمستشفيات لا هذا ليس هناك قانون فعلا، لكن هناك احكام قضائيه سابقه في هذا الشأن حكم فيها قضاء عفوا اطباء لانهم اجروا عمليات جراحيه بدون موافقه الزوج، بدون موافقه الزوج، او وصدرت احكام بالفعل كثيره، الاف الاحكام سواء بالسجن او بالتعويض. فالناس ما بتعملش كده بمزاجها يعني. طيب خلينا نرجع للموضوع هذا. استاذ رشا ايش تعليقك على الموضوع دكتور؟ أنا طبعاً مش بنكر دور الأطباء الهام في حياتنا، لا يمكن أتطرق للنقطة دي، بس خلينا ناقش حضرتك في كام نقطة. لا أنا يهمني عفواً عشان ما تشعب الموضوع لو تكرمتي لي، أنا يهمني النقطة هذا. هل فعلاً نفس النقطة هل فعلاً في أطباء عوقبوا لأنهم أجروا عمليات جراحية؟ طالما ما فيش نص قانوني يا فندم، طالما ما فيش نص قانوني بيمسك الحالة ويشرحها ويبررها، طبيعي نقع في المغالطات دي. القاضي هيقف، هو فين النص القانوني اللي هيمنع على أساسه أو يجيز؟ فأنا كل اللي أنا طلبته إن الحالة تنظر على إنها حالة أصبحت أمام الجميع الآن بتسبب ضرر وبتسبب ولو لفئة صغيرة. يا فندم القانون بيطبق حتى لو على فرد واحد هيتسبب له ضرر، فأنا أعمل قانون يحمي الفرد ده من الضرر. أنا امرأة تتحدث بلغة القانون، ما تعرفش لغة الطب، أنا لا أعلم لغة الطب، أنا بتكلم بلغة القانون. إحنا قدام حالات ولو إن كانت حتى حالات فردية لازم لها معالجة قانونية ونص قانوني ملزم لجميع الأطراف، سواء للزوج أو للدكاترة أو للمستشفيات. بس يا أستاذ فيا معلش أنا معاكي في الكلام اللي أنت تقوليه، ولكن الآن أنت في البداية يعني قلتي لا هذا خطأ الأطباء وأنه المشرع لا يوجد قانون يفرض على المستشفى أخذ موافقة الزوج. الدكتور خالد يقول لا يعني إحنا لو جينا طبقنا هذا المبدأ ما إحنا أخذونا في النهاية المطاف وقاضونا وصدرت أحكام ضدنا. يعني صدر وين الخلل؟ هل خلل في القانون؟ إحنا ما نعرفش الحالات يا فندم. المستشفى تفضلي. أنا هقول لحضرتك، أنا كمحامية لما باجي أعالج حالة وحد يسألني إيه رأيك فيها بقول لهم يا جماعة كل حالة منفردة، يعني كل حالة في القانون حالة منفردة. في حالات بيكون فيها الطبيب أكيد مسؤول وعليه مسؤولية، وفي إنما كلمة أنا ضد لو في الأطباء اتقال عليهم ان هم عملوا ده بدون موافقه الزوج، يبقى انا كلامي واضح وانا مش بتلاعب بالكلام، واضحه محتاجين قانون، ولا يلزم الاطباء بمطالبه الزوج ولا يلزم الزوجه باخذ موافقه الزوج اصلا. يعني انا مش بقول كلام لا بغلط فيه الدكاتره ولا بقول فيه، بس هو فعلا ده كان اتجاه طيب قالوا لك هو لو افترضنا انه في قانون. طيب معلش لو قلنا الان فعلا في قانون مكتوب وكلامي لك الآن يا دكتور خالد، لو الآن في قانون مكتوب يقولك أنه على المستشفى أن تجرى عملية دون الرجوع إلى موافقة الزوج، في قانون مكتوب تمام، وفي تعهد أيضا أنه القانون لا يعاتبك أو لا يعاقبك إن صار خطأ، هل هتجرى عملية من غير ما ترجع للزوج؟ طبعا لو في قانون مكتوب بيسمح للمرأة ان هي تتخذ القرار، هنا مش هيكون في اي مسؤولية. بس عايز اذكر حضرتك طيب بحاجة. ما هو القانون ما هنا انا معلش انه تاخذ معايا النقطة، معلش اخذها خطوة خطوة. طيب هو ايوه نفس النقطة اللي حضرتك طيب بتقولها دي. لا انا فاهم، بس اقصد حاجة، بس انا اقصد سؤالي هنا الان، انت الان اعطيت المريض رجل او امرأة تمام الحق في انه يقرر مصيره في نهاية المطاف، وفي قانون نظم المسألة هذه، ولكن آلية تنفيذ القانون هنا كيف؟ طيب افترض أن أنا فعلا أنا عندي زوجتي وإنت أجريت عملية من غير موافقتي أنا، وكان أمر لا يتطلب عملية، وفي نهاية المطاف راحت فيها وكان في خطأ في التشخيص. فنفترض هنرجع نفس المشكلة مرة أخرى، صح ولا لا؟ لا هنا في مشكلتين، مشكلة المسؤولية الطبية حاجة، ومشكلة الولاية حاجة تانية. أنا بس عايز أذكر حضراتكم أن هناك أشياء مشتركة بين الرجل والزوجة، يعني ست جاية عايزة تعمل إجهاض. نعم. حتى لو في سبب طبي الزوج مش موافق، واخد بال حضرتك، وده ابنه، هنا بقى مش ولاية على جسد، وهو ده في جسد مشترك موجود. الموضوع أكثر تعقيدا مما يبدو، يعني في مشاكل شخصية وفي مشاكل مشتركة. نحن ندعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وعدم وجود أي تمييز
بين الطرفين، لكن علينا أن نبحث بحكمة هذه المشاكل ونكتب قانون يعني يدرس كل الحالات اللي هي بتعتمد على الجسد فقط، الحالات المشتركة، الحاجات اللي ليها علاقة بالإنجاب سواء للرجل أو مرأة. يعني رجل بيجري عملية لربط الحبل المنوي لن يكون من وراء زوجته حتى لا يكون قادرا على الإنجاب، أو سيدة بتربط قنوات فالوب حتى لا تنجب من وراء هي المشكلة. فإذن هي المعضلة هنا يبدو أنه هي في يعني في 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 ما يعني في طبيعه الطب نفسه. انه تسمح لي ارد على الدكتور؟ تفضل يا ريت. ارجوك ارد على الدكتور. ارجوك. اوكي. لا، لما تكون في حاله الاجهاض لخطوره الحمل على صحه المراه، لا يملك الزوج الحق في الرفض، لا يملك بتاتا الحق في انه يتحكم في حياه المراه في اللحظه دي، والمراه تملك الحق كامل طالما هناك ما يدعم موقفها انها طبيا لازم الحمل ده ينزل. لا يملك الزوج الحق في الموضوع ده تماما. ولو الزوج عايز يربط القنوات المنوية وما يبقاش عايز يخلف، وهو ده رغبته، هو حر ان هو يكون مش عايز يخلف، دي حريته الشخصية. احنا ابتدينا نربط الجسد. المفروض انا كل اللي بطالب بيه اعتبرني ما فهمش حاجه خالص، واعتبرني ما عنديش علم ولا اي حاجه، ان انا جسدي انا حره فيه. انا املك القرار فيه، انا اللي هحمل التسع شهور، انا اللي هربي، انا اللي هخلف. لو قررت ان انا اكون مش عايزه اخلف اصلا، بس انت تتكلم مش عايزه اخلف، انت تتكلم على حاله واحده، حاله حمل، لكن هنتكلم على ما هو اكبر من حياه الحمل. نتكلم اكبر من حياه. طيب استاذ خالد، ايش رايك في مقالته المحاميه السيده فرية؟ أنا رأيي أن الطب أكثر تعقيداً مما يبدو. هناك مناطق كثيرة رمادية، يعني لما بنقول أن في خطورة على حمل مثلاً، ممكن تكون خطورة بنسبة 5%، 10%، 90%. نعم. إيه الحالات اللي تكون للمرأة الحق بدون نقاش، وإيه الحالات اللي لازم الزوج أو الزوجة؟ لما يكون في طفل مشوه داخل البطن، عنده عيب خلقي ولسه ما تولدش، الزوج عايزه أو الزوجة عايزاه والزوج مش عايزه. يعني الطب في مناطق كثيرة تحتاج مزيد من النقاش، وتحتاج مزيد، وتحتاج وجود قوانين تحكمها. يعني لا تترك المواضيع للخلاف الأسري أو الخلاف بين الأطباء والمرضى، وإنما تنظم في دول أخرى عاملة إن لازم يبلغ أهلية المريض في أي حالة من الحالات التي تكتشف، وبيتعمل اجتماع مع هذه الأهلية، يسجل رسميا، بيحضر عضو قانوني، وبعض الأحيان لما بيكون في خلافات بيطلب وكيل النائب العام للحضور وبيتخذ القرار. وفي أحيان الولاية بتنتقل من الأب والأم أو إلى المجتمع في أحيان معينة، زي حالات المطالبة بإيقاف الأجهزة اللي هي بيسموها القتل الرحيم. بس في حاجات كثيرة في الولاية على الجسد. نعم. الموضوع متشعب وكبير. هذه حالات استثنائية. طيب الآن لو افترضنا مثلا في قضية إجهاض، الزوجة حابة تجهض، الزوج يرفض، يأخذ برأي مين؟ لا أنا الزوجة ولا الزوج؟ لا، في حالة الزوجة ما عندهاش ضرورة طبية للإجهاض طبعا. أنا رأيي العادل في الموضوع، لا رأي القانوني، الإجهاض رأي القانوني، لا رأي القانوني، لا طبعا. في حالة إن ده لا يمثل خطر عليها، لا طبعا، لأنها هي متجوزة وحملت، وهي عارفة أنها تحمل، هي ما خدتش إجراءات احترازية مثلا، أنها قالت أن أنا مش هحمل، شالت الرحم، شالت يعني هي، لا هي داخل على أنها مش عاملة حاجة تقول أن أنا مش عايزة أخلف يعني. طيب. فلا أنا ضد الموضوع ده، لا قرارا لا ضد. يعني لو افترضنا حتى خرجنا من إطار مسألة الحمل والإجهاض باعتبار أنه هذه حالات محددة، لكن أخذنا المنظور الطبي ككل. الآن ليه يعني الرجل بيمارس حقه في ولاية يعني في أو فيما يرى حقه من الولاية على الجسد، ويتعسف في استخدام هذا الحق مثل ما حصل مع زوج مريم؟ المستشفى لم يعاقب. طيب ليه ما الزوج نفسه تكون له عقوبة، وعقوبة اللي هو تهديد يعني هو تقريبا شبه شروع بالقتل. أنا مش محامي حتى أصنف الجرم، بس يكاد يشبه القتل، إنه هو يعرف إنه مدى الخطورة على زوجته ومع هذا ما يوقع نكاية بيها أيا كان السبب. طيب هو أيضا تعسف في استخدام القانون وبشكل مبالغ فيه، كان ممكن أن يفضي إلى الموت. طيب ليه ما كان في عقوبة عليه؟ وين القانون عنه؟
يعني اسمح لحضرتك أناقش الموضوع ده، هي دي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. ما تسمحش لحد يبقى له الحق على جسد حد تاني، سواء طفل. يعني مثلا الختان، لما أب قرر إنه يعمل ختان لبنته، هو ده مش كان هو ده تسلط على جسد شخص تاني بحاجة غير ضرورية، عشان كده جرم الختان. فأنا لما أشوف، أنا من وجهة نظري أنا مع حرية الجسد، فطالما أنا مع حرية الجسد، إن أنا أملك الوصاية على جسدي، أشيل إيه ما أشيلش إيه، أنا اللي أخد القرار ده. طالما أنا ما وصلتش للسن اللي يؤهلني إن أخد القرار ده، ما يتخدش علي أي إجراء قد يؤذيني مستقبلا. عشان كده الختان جرم. أنا بقول لك لو هناخد بالقياس، أنا عندي رغبة أتمناها. إحنا عندنا في القوانين بتاعة الطفل والأسرة والحيوان كمان، حقوق الحيوان، للأسف بحس إن إحنا عندنا عجز في الكرياتيفيتي أو الإبداع في الموضوع ده، ومحتاجين نستورد قوانين من الدول اللي ناجحة في حماية حق الطفل والمرأة والحيوان كمان. يعني أنا شخصياً ليا وجهة نظر، حقيقة ليه مش بنستورد كل دولة قوانين؟ في نهاية الطفل لها ثقافتها ولها ظروفها ولها قوانينها. أنا بقول بما لا يتعارض مع ثقافة بلدي ومع إن إحنا الدول مسلمة. انا ما قلتش ان احنا بالعكس، على فكره القوانين بتاعتهم اقرب الى الاسلام مننا. يعني انا شايفه ان القوانين بره في رعايه الطفل او الام او الحيوان، احنا محتاجين قوانين ملزمه فتجبر الناس انها تحترم حريتك حوالين جسدك، حوالين عقيدتك، حاجات كثيره محتاجين لها قوانين للاسف. جميل. طيب دكتور خالد، هل لا زالت المستشفيات لحد الان تمتنع عن اجراء عمليات للزوجه الا بموافقه الزوج؟ هل فعلا كل المستشفيات ولا اكثرها ولا اقليه فيها فقط؟ لا طبعا، العمليات المتعلقه بالانجاب وبالمشاكل الزوجيه والحاجات دي كلها، كل المستشفيات في مصر ستطلب موافقه الزوج، زي عمليات استئصال الرحم، استئصال قنوات فلوب، استئصال المبايض. هذه باعتبار ان تمس الطرفين، لكن مثل قصه مريم، لو تكررت قصه مريم، ما هي قصه مريم واحده من الحاجات دي. هي قصه مريم ليست السرطان، المشكله فيها ليست السرطان، وانما المشكله فيها استئصال الرحم. طيب ما الرحم فيه سرطان؟ قصة مريم كان مطلوب استئصال الرحم والمبايض وقنوات فالوب، لان كان يعني عندها يعني ورم خبيث. طيب يا دكتور، هنا برضو طيب لو سمحت لي دكتور خالد، خليني انا افترض، طيب افترض انا جاء الزوج وقال لكم لا انتم ما تسووا عمليه، وانا رافض انكم تسووا العمليه، وانتم اطباء، وانت مثل ما ذكرت الان من شويه، الطبيب هو يقدر احيانا اثناء اجراء الجراحه حتى لو وجد شيء غير موافق عليه، هو يقدر انه خطير، يستدعي 2 استشاريين يوقعوا ويشهدوا. طيب انتم كنتوا تشوفوا انه مريم بتموت، وانه الزوج متاسف في استخدام القانون او الحق تبعه ما يوافق، مش عشان استئصال رحم، وإنما عشان قصة خلاف بينهم. هو مش خايف على أنه زوجته ما تنجب، لا، هو خايف فقط أنه في بينهم مشاكل، وتركته مريم تموت وتواجه مصيرها مع السرطان لولا أن تدخلت السوشيال ميديا والجماهير. طيب هذا يعتبر أيضا، هذا يعني أنت ما تشوف أنه هذا جريمة أيضا تعتبر في حق المريض؟ لا لا، مش جريمة، لأن الحالة لم تكن طارئة زي ما قلت لحضرتك. واي انا نصيحتي لاي امراه عندها مشكله زي كده، بمجرد ان التشخيص والزوج رافض يوقع، بتروح بتعمل بلاغ للنائب العام، وهنا سلطه وكيل النائب العام ان يتخذ او يعطي امرا للمستشفى بعمل اللازم، لان هنا الولايه ممكن ان تنتقل الى المجتمع لحمايه ايه حق الزوجه، وممكن وكيل النائب العام الاخر يمتنع ويقول لها روحي للقضاء المستعجل، وفي خلال اسبوع او اسبوعين يصدر لها حكم قضائي بحقها في عمل ذلك، حتى لو كان باستئصال الرحم أو حتى بالإجهاض. إنما زي ما قلت لحضرتك، السوشيال ميديا ما عندهاش الثقافة الكافية للتفرقة بين الحالة الطارئة والحالة العاجلة والحالة المجدولة. المريض المصاب بالسرطان ممكن يقعد 10 سنين مصاب بالسرطان. هناك طرق عديدة لعلاج السرطان بتختلف من حالة إلى أخرى. فعلينا برضو، السوشيال ميديا مش لازم تقود المجتمع، وإنما هي مهمة في توعية المجتمع وإنذاره. نعم، بس كمان السوشيال ميديا لها دور جيد صراحة، كمان في قانونيا ولا طبيا. نعم، ما ننسى كمان يا دكتور ان السوشيال ميديا اليوم اصبح في نهاية المطاف عنصر قوي وورقة رابحة في المجتمع، يعني شيء ابينا. كل احوال هو طبعا حديث طبعاً.
طبعا الحديث يطول في هذا الموضوع. طب ممكن اخر حاجه اقولها، اخر حاجه وباجازه لو تكرمتي فقط عشان اوكي باجازه. في النهايه يا دكتور انا شايفه ان القانون سلطته تعلو على سلطه الجميع، لسبب ان ممكن بنت الدكتور شخصيا تحتاج القانون ده يحميها من زوج طائش او من زوج متعنت. فانا شايفه ان الاطباء تكاتفهم مع ان احنا دي ازمه فعلا، هم مش مستفيدين حاجه منها. بالعكس انا بحمي بنتك وبحمي اختك وبحمي ناس كتيره جدا، القانون قوته تعلو على الجميع. وانا شايفه انه لابد من اصدار نص قانوني يحمي جميع الاطراف سواء الطبيب او الزوجه من تعنت اي حد، وبنقينا حد يكون هو على المشكلة. مشكلة كمان أيضا يا أستاذ رشا أنه في بعض الأشياء تتداخل تداخل شديد من ناحية طبية ومن ناحية اجتماعية أيضا في المسألة، فما تتعرف وين هو حق الزوج وحق الزوجة. يعني على سبيل المثال لو أنا سألتك سؤال، طيب الآن في واحدة مثلا زوجة حامل وفي خطر على حملها، من يقرر أن تكمل حملها أو تتخلص من الحمل، الزوج أم هي؟ هي والأطباء مشتركين. والزوج ماله رأي ماله دور؟ مشتركين. لا ليس له رأي، طالما حياتها هي المقابل ليس له رأي. طب هو أبو الطفل رأيه. كمان وهو الزوج أبو الطفل هي حياتها هتروح إيه الأهمية؟ يعني أنا مش فاهمة برضو، هي الأم وهي اللي شايلة وهي هتروح فيها. طب هي تختلف عشان إحنا بنتناقش إحنا رجالة وأستاذ ست واحدة، فأنا مش هقدر. طيب أنا معك خلاص. يعني أنت دائما السيدة دائما تغلب، فأنا هرجع مرة ثانية راجل لراجل. أي رأيك يا دكتور خالد في اللي بتقوله السيدة رشا؟ أنا بتفق مع الأستاذة رشا في نقطة إن وجود قانون يحمي الجميع ما فيش مشكلة فيه، المشكلة في عدم وجود قانون منظم، وده اللي بيفتح الباب للاجتهادات، واحيانا بيكون الاجتهادات خاطئه بسبب عدم وجود المعرفه او الثقافه القانونيه او الطبيه. مفيش مشكله خالص ان احنا ننظم الموضوع بقوانين تحمي الجميع، تحمي تحدد حقوق وواجبات كل طرف، وتحمي الاطراف اللي هي بيصدر ضدها احكام قضائيه وبتتسجن وبتشرد اسرها لمجرد ان هو حاول يساعد مريض دون وجود حمايه قانونيه ليه. يعني بتلاقي الزوج رفع قضية ويقول له انت موت ابني، انت عقمت مراتي، وبعد كده يتصالح مع الزوجة والزوجة تشهد معاه. يعني حضرتك ما بتعرفش احنا بنشوف هذه. انا كنت يعني ماسك لجنة التأديب في نقابة الأطباء واتفرجت على ياما شكاوي الزوجة تفضل بتطالب وتقول لك عدم التمييز والكلام من ده طول ما هي متخانقة مع الزوج، اذا اصطلحوا في نص القضية تشهد معاه ضد الطبيب. فاحنا عندنا حاجات غريبه بتحصل. يعني هذا ممكن يكون في العالم كله. يعني تعرف السيدات بصراحه احيانا من الصعب انك ترضيهم. الزوجه المصريه جدعه بس مع جوزها. الزوجه المصريه جدعه خربت بيت الدكتور. تخرب بيت الدكتور في النهايه، ظلت مع زوجها. جدعه شويه. انا جدا شاكر لكم على تعاونكم. كنت معنا من القاهره سيده رشا صبري المحاميه والناشطه ايضا في مجال شؤون الاسره، دكتور خالد سمير امين صندوق نقابه الاطباء السابق أستاذ جراحة القلب. شكرا جزيلا لكما. شكرا جزيلا. سعيدة جدا بك. مرسي. شكرا. سلام.